أي نظام سياسي، أي حكومة، أي معارضة، أي مؤسسة، أي شخص يعمل على زرع روح الكراهة بين أبعاض الأمة، بين قومياتها، بين طوائفها، بين أقطارها، وعلى تمزيق صفوفها وتأجيج الأحقاد بين مكوناتها، إذا استبعدنا جهله بسوء ما يفعل فلا يمكن أن يوصف إلا بالخيانة العظمى للدين والأمة. فليس هناك مكر بالأمة والدين أخبث من هذا المكر، ولا إضعاف لهما أشد من هذا الإضعاف. والمصيبة مصيبة حكومات كثيرة اليوم ترى أن في هدم وحدة المسلمين في بلد أو عم من بلد، وبعثرة كيانهم ودخولهم في حروب كلامية وحروب دماء، حماية لوجودها، ترى في ذلك حماية لوجودها. وهذه مصيبة كبرى أن تجد الحكومات في البلاد الإسلامية أن حماية وجودها بزرع الفتنة بين المسلمين وتأجيج نار الحرب. حماية لوجودها وقطعا للطريق. والمصيبة مصيبة حكومات كثيرة اليوم ترى أن في هدم وحدة المسلمين في بلد أو عم من بلد، وبعثرة كيانهم ودخولهم في حروب كلامية وحروب دماء، حماية لوجودها وقطعا للطريق على أي تغيير سياسي في صالح الشعوب، وإبقاء لمكاسبها المحرمة التي تقوم على نهب ثروة الأوطان وإذلال إنسانها وإلغاء كرامته. ووراء هذه الحكومات قوى أجنبية متربصة بالأمة لما ترى في نهضتها ونموذج حضارتها ما يسقط قيمة النموذج الحضاري المادي على تقدير انبعاثه بقوة وصدق، وتجسده على ما هو عليه من أصالة على الأرض، ولما تقدر فيه من جاذبية لشعوب العالم وقدرة على استقطاب الضمير الإنساني والطموح البشري بصورة هائلة، مما يجعلها عن تلك القوى تخسر مواقعها المادية المتقدمة وتندحر أمام زحف الإسلام العظيم. هذه القوى تعمل جاهدة على تفتيت وحدة الأمة وإشعال الفتن المذهبية والطائفية والقومية والإقليمية بين أبنائها، وتوظف كثيرا من الحكومات والمؤسسات والفئات والحركات والأشخاص من أجل إحداث الفتن الداخلية في إطار الأمة وإشعال نارها. أما من آمن بالإسلام حقا وعرف ما أعطته الشهادتان من حصانة لدم المسلم وعرضه وماله، وأنه لا إكراه في الدين، ووعى ما تعنيه الكلمة الواحدة من إسهام ولو بسيط في إحداث الفتنة بين المسلمين من إثم كبير، فإنه يصبر على كل أذى يتلقاه من مغرض ومستأجر أو جاهل مهما كان، دون أن يرتكب خيانة في حق الجناية في حق الإسلام والمسلمين بأن يقول كلمة مفرقة. ولو وعى أبناء الأمة المسلمة ما تفعله الآراء والكلمات المشتتة للأمة المحطمة لكيان وحدتها من آثار تدميرية هائلة لمصالح دينها ودنياها، لألقم أتباع كل مذهب وطائفة وقومية وبلد منهم حجرا لكل متفوهة من أبناء انتمائهم بكلمة عابثة بوحدة أبناء الكتاب الواحد والرسول الواحد صلى الله عليه وآله وسلم، والقبلة الواحدة والفرائض الدينية المشتركة، ولم يسمعوا له كلمة. مجزرة الحولة
مجزرة مرعبة بدمها وأشلائها وبشاعتها وفظاعة أسلوب القتل فيها، وهي مرعبة أكثر من ذلك بما تعنيه من قسوة قلوب، موت ضمائر نفوس خلت حتى من الحس الإنساني بهيمية أشد من بهيمية البهائم، وحشية أغلظ من وحشية الحيوان، وحشية أغلظ من وحشية الحيوان والحيوان، غياب لأي قيمة دينية لأدنى عاطفة رحمة بما تعنيه من دواخل أجف من أرض الصحراء الحارقة، أصلب من الصخر، أخبث من الصديد. من فعل هذه المجزرة المروعة بكل ما تحمله من معاني الخسة والانحطاط وما تسيء به إلى إنسانية الإنسان وتحط من مستواها، لا يهمه. من فعل هذه المجزرة لا يهم ما أن يكون، من هو الذي فعل هذه المجزرة المروعة بكل ما تحمله من معاني الخسة والانحطاط وما تسيء به إلى إنسانية الإنسان وتحط من مستواها وتضر بالدين أكبر الضرر؟ أن يكون هذا الطرف، لا يهم أن يكون هذا الطرف أو ذاك، كان هذا أو ذاك، فإن ذلك لا يغير من واقع هذه الخسة والانحطاط شيئا، ولا يعفي أي إنسان من التبرؤ منه، كانت حكومة، كانت معارضة، على كل مسلم أن يتبرأ من هذا الفعل ويدينه، ولا يعفي أي إنسان من التبرؤ منه وإدانته والحكم على الفاعل بالدونية وأكبر الإجرام. وأي إسلام تقدمه مثل هذه الأفعال الإجرامية البشعة التي تهز الضمير الإنساني كله لشعوب العالم الأخرى وأممه، وهي ترتكب في أوساط هذه الأمة على يد من ينتمون إليها، إنه إسلام منفر مقزز يثير الغثيان، تبرأ منه الفطرة. نعم، هذا الإسلام تبرأ منه الفطرة، الإسلام الذي يستبيح قتل الطفل البريء، هذا إسلام السماء؟ إنه إسلام منفر مقزز يثير الغثيان، تبرأ منه الفطرة، تتنزه عنه السماء، يكفر به النبيون والمرسلون، يعاقب عليه الإسلام. لغة هذا الفعل تقول العالم: إياكم أن تأخذوا بالإسلام، إياكم أن تفكروا في الانتماء للإسلام، هذا إسلام الغابة، فخلفوه وراء ظهركم، فروا منه كل النفور. خيار خاطئ، يهم الحكومات أن تبقى على كراسيها، على كراسيها، وتطيل من عمر سلطتها ما تستطيع، وتحصن وجودها ما أمكن من أي اهتزاز، يهدد استمرارها فيما تتمتع به من حكم، هذا معروف. ولكن ما هو الطريق الذي تسلكه لضمان هذا الأمر؟ من الحكومات من تحاول المصالحة مع شعوبها بدرجة وأخرى وطريقة وأخرى، وتكسب ودها وثقتها لتأمن جانب هذه الشعوب، ويكثر هذا في الحكومات المنتخبة التي لا تعتمد في وجودها على العمالة للخارج وتلقي الدعم منه في مقابل خدمة مصالحه والسير في ركب سياسته. تعرف هذه الحكومات المنتخبة أن بقاءها في الحكم، عودتها بعد دورتها الحالية، تعتمد على رضا شعوبها، وبذلك تحاول دائما أن تسترضي هذه الشعوب بدرجة وأخرى وبأسلوب صادق أو ساخر. أما الحكومات القسرية فالغالب فيها أنها لا تعطي قيمة لشعوبها، وتعتمد في استمرار فرض السيطرة عليها على أسلوب القوة والاستضعاف والاستنزاف،
وتوظيف كل ما تتطلبه عملية قمع الشعب وإرعابه وتفريق كلمته وإسكات صوته من مبالغ ضخمة من ثروة الوطن التي تضع يدها عليها لو ناهضها أو أحست منه بدايات المناهضة، بدل أن تعالج بهذه الأموال شيئا من المشكلات التي تؤرقه وتستفز إرادته. يحتمي هذا النمط من الحكومات والأنظمة من الشعوب بأسلوب العنف والقوة والاستضعاف والاستنزاف والتفريق والإخافة والرعب إلى جنب الاحتماء بأنظمة من الخارج يرى فيها القدرة على توفير الدعم لأمنه واستمراره. فيتيح لها لذلك أن تتحكم في مصيره تحكمها في مصير الشعب والوطن والثروة. وهذه الحكومات توقعها سياستها في خوفين داخلي ناشئ من عدم ثقتها في الشعب لما تعرفه من تنكيلها به ومعاداتها لمصالحه وقسوتها عليه واستهدافه، وخارجيا لتمكينها قوى الخارج من التحكم في مصيرها من دون أن تجد استغناء عن الاستسلام له، وهي تعادي شعوبها وثروة الوطن في مثل هذا الوضع تتوزعها ألوان عديدة من الهدر ووجوه الفساد، من ذلك الإنفاق على تحطيم الشعب وشراء باعة الدين والشرف والأوطان استعانة بهم على كل الشرفاء والمستضعفين. هذا وجه. استئثار الحكومة نفسها بأكبر قدر يمكنها الاستئثار به من هذه الثروة استرضاء هذا الثاني الثالث استرضاء الداعم الخارجي بما يشبع نهمه ولو باسم شراء السلاح وتطوير القوة العسكرية. أما الشعب فله الحرمان والسجن والصوت والقمع والعذاب، والحكومة باختيارها هذا الطريق الشائك الخاسر ترى أن التهديد يأتيها من الداخل الذي تعاديه ومن الخارج الذي تحتمي به، وسبيلها الوحيد عند ذلك للإبقاء على وجودها إعطاء مزيد من التنازلات المتتابعة بما يرضي الأجنبي الذي يمسك بنفسها ولا تستطيع أن تعصي له أمرا وتتمرد عليه إلا أن تدخل في مجازفة الانتحار. بعد أن تمكن أي حكومة محلية العدو الخارجية من رقبتها فإذا لا بد أن تستسلم له، ولو حاولت أن تشعر بشيء من العزة وتحمي نفسها فهي تدخل في محاولة في ماذا؟ في عملية انتحار في مواجهتها لمن يتحكم في الخارج في مصيره من الخارج في مصيرها. وهكذا تفعل أكثر الحكومات العربية وحكومات المسلمين بنفسها وشعوبها وأوطانها لتستعبد الجميع وتضعهم بقبضة الأجنبي، فما أضله من طريق تأخذ به هذه الحكومات الحكيمة الرشيدة الوطنية الوفية المخلصة. ما أشقى وطنا أخوف ما تخاف حكومته من شعبه، وأكبر التركيز لتفكيرها على التفنن في أساليب إضعافه، ومن أكثر ما تستورده وتنفق عليه أدوات قمعه، ذلك لأنها أمعنت وتمعن في ظلمه ولا تريد أن تعدل عن هذا الظلم وتعامل شعبها بالإنصاف وتعترف بقيمته وحقه ومكانته فلا تثق به. ومؤسف جدا أن يكون وطننا مثالا صارخا لهذا الوطن المنكوب.